راديو نيل. هنروح لإيه سيد مكاوي؟ موسيقار عبقري طبعاً. ملحن عبقري، صوت ليه أدائه. يعني سيد مكاوي حتى أحياناً المطربين ياخدوا من أدائه، يعني فاكرة المطربة الكبيرة وردة ما كانت بتغني أوقاتي بتحلو، خدت صوت أوقاتي بتحلو. أيوة الطريقة بتاعته دي. أيوة. فهو ليه أدائه الخاص. يعني أنت بتحب تغني بأدائه ولا بتروح بأدائك أنت؟ هو بص حضرتك، يعني الملحن بيشدك ليه، إنما سيد مكاوي كمان بيشدك أكتر لأنه هو بيغني وبيلحن، فتلاقي نفسك عايزة تقولي زيه كده بالظبط، فبتاخدي منه طبعا أكيد شوية طريقة أدائه. طبعا. طيب هنغني إيه لسيد مكاوي؟ وحياتك يا حبيبي. وحياتك يا حبيبي. مقام نهواند. نهواند، نتكلم عن نهواند شوية. نهواند بقى إيه الفرق بقى بينه وبين بياتي وكورد و... النهواند ده اللي هي الزراير البيضة اللي في البيان. يعني اللي هي في المزيكا ادينا مثلا يعني مثلا بتقول ايه زي ايه ليلي يا ليلي 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 ده الصوت يعني بيروح ويجي فيها دي بالظبط فدلع. طيب ناخد بقى خلي شوية عليك لسيد مكاوي نسمعها منك يا اسم. وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك، وحياتك وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك، قلوب الحب معايا معايا، والتعب تعب الشوق وياك 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 وياك. ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، افضل حايل فيك، ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك، خلي شويه عليا وخلي شويه عليك، خلي شويه عليك، خلي شوية عليك، خلي شوية عليا وشوية عليك. الله الله. بحب الإذاعة مع شفكي المنيري من الثلاث للخميس من 6 ل 8 بالليل على نغم أف أم. بحب الإذاعة.